الأمراض المهنية في مجال الجلود. دعونا نذكر الأمراض المهنية التي يمكن أن تواجهها في مجال الجلود. قد تعاني من الكزاز والجمرة الخبيثة وداء البريميات وحمى الماعز والحمى الموطية والتهاب رئوي بسبب الفيروسات والبكتيريا المتواجدة على جلود الحيوانات. إن المواد الكيميائية التي تستخدمها أثناء العمل يمكن أن تسبب مشاكل مثل سرطان الحنجرة وتفاعلات جلدية وأكزيما والتهابات. إن العمل على آلات المسامير لفترات طويلة يسبب انخفاضا بشعور حس اللمس. وقد تعاني من اضطرابات في الجهاز التنفسي بسبب التعرض لغبار الجلود. إن ضجيج الآلات قد يتسبب فقدان السمع المؤقت والدائم وتشتيت الانتباه وشعور بعدم الارتياح. تنشأ آلام في الظهر والعضلات بسبب بقائك لفترات طويلة في نفس الوضع، وفي المستقبل قد تحدث اضطرابات في الهيكل العظمي. إذا كنت تعاني من أحد هذه المشاكل فقد تكون مصابا بالمرض المهني. في هذه الحالة نوصي باستشارة الطبيب وتقديم معلومات تفصيلية عن العمل الذي تقوم به. ما هي الطريقة الصحيحة للعمل؟ يجب استخدام أدوات الحماية الشخصية كالكمامات والقفازات وباقي الأذنين. يجب أن يعمل نظام التهوية بمكان العمل بشكل فعال. يجب استخدام آلات أقل اهتزازا والتأكد من صيانتها باستمرار. يجب تعديل وضعية الأدوات والآلات التي تستخدمها حتى تتمكن من العمل بشكل مريح. يجب أن لا يتم تمديد ساعات العمل وأن يتم إعطاء فترات استراحة متكررة. يجب إجراء فحوصات طبية بشكل منتظم. تذكر أن صاحب العمل ملزم باتخاذ تدابير الأمان المناسبة لعملك.